أهلا بكم إلى النشرة الثانية من قناة ليبيا الأحرار. البداية بأبرز العناوين. قوات الوفاق تسيطر بشكل كامل على منطقة عين زارة وتؤكد انتقال مقاتليها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. غارات ليلية على مواقع مختلفة بالعاصمة واستئناف حركة الملاحة الجوية في معتيقة بعد إيقافها ساعات. وزير الدولة لشؤون النازحين يعلن ارتفاع عدد العائلات النازحة منذ بدء الحرب لأكثر من 5000 عائلة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد مراسل ليبيا الأحرار سيطرة قوات الوفاق بشكل كامل على منطقة عين زارة مساء السبت والتحام مقاتليها مع القوات الأخرى بمحور وادي ربيع. وقال الناطق باسم الجيش الليبي محمد جنونو إنهم تقدموا في محور السواني العزيزية إلى منطقة بير التوتة التي أطلقت منها قوات حفتر صواريخ جراد عشوائيا على أحياء بوسليم، مؤكدا مواصلة تقدمهم باتجاه قصر بن غشير. وأضاف جنونو في إيجاز صحفي أن قوات حكومة الوفاق أصبحت على مشارف غريان بعد السيطرة على كامل منطقة السواني وكوبري الزهرة ودحر ميليشيات حفتر في منطقة الهيرة وفق قوله. بعد مضي أسبوعين على الحرب على طرابلس، ها هي عملية بركان الغضب التابعة للجيش الليبي تعلن تحولا جديدا في المعركة على الأرض من الدفاع إلى الهجوم، إذ شهدت معارك القتال واحدة من أعنف الاشتباكات في محاور القتال انتهت بالسيطرة على منطقة عين زارة كليا والتحام قوات الجيش مع محور وادي الربيع. الوقت الحالي قدام جامع فطرة دحر العدو، العدو الوقت الحالي خارج منطقة عين زارة بالكامل متجه وادي الربيع. لا يبدو الأمر مغايرا في محور السواني عن بقية محاور القتال، حيث تقدمت قوات الوفاق في منطقة بئر التوتة التي تطلق منها قوات حفتر صواريخ الجراد باتجاه العاصمة، إضافة إلى سيطرتها على منطقة السواني وكوبري الزهرة، ما أدى إلى تراجع قوات حفتر إلى منطقة الهيرة على مشارف غريان. خطوط تماس مع العدو في بالقرب من جامع سيدي فطنة، وما شاء الله الشباب دحروا عدو الدحر المتمرد، وبإذن الله بإذن الله ليقهر دحر المتمرد وخارج عن سلطة الدولة وسلطة القانون. هنا تبدو آثار المعارك واضحة في ساحات القتال، وهنا صور المدرعات التابعة لقوات حفتر والتي جرى تدميرها في معارك القتال، وتلك أزياء قوات حفتر التي تخلوا عنها، وذاك عتادهم الذي تركوه وراءهم قبل هروبهم نتيجة احتدام القتال. نوجه رسالة لجميع الأسر والليبيين أن هذا مجرم الحرب خليفة حفتر جز بأبنائهم في الحرب، وناس أبرياء ما استلش عمرهم 15-16 سنة موجودين عندنا، وتم تسليمهم لأهاليهم بدعوى المال، أغرهم بالمال شباب صغار، وهذا المفروض يقروا ومفروض يستمروا في دراستهم. بدوره شن سلاح الجو التابع للجيش الليبي 9 غارات جوية، قال المتحدث باسمه إنها ضربات موجعة استهدفت مواقع خروج طيران قوات حفتر. بعد هجوم كاسح وضربات موجعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر، واكب سلاح الجو الليبي اليوم تقدمات قوات على الأرض ونفذ 9 طلعات قتالية استهدف مواقع خروج الطيران لقصف مدينة طرابلس. في الأثناء جدد القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج دعوة قواته إلى مراعاة الحرمات والالتزام بالقانون الدولي والإنساني وما تفرضه مبادئ حقوق الإنسان في معاملة الأسرى، وعدم الرد على الخطاب الجهوي الصادر عن ميليشيات حفتر. ينضم إلينا عبر أقمار الاصطناعية من طرابلس مراسل قناة ليبيا الأحرار إبراهيم العبدلي. إبراهيم، آخر المستجدات لديك على صعيد الميدان.
نعم أمل، اليوم كل جبهات القتال في مدينة طرابلس تشهد هدوء حذر بعد اشتباكات يوم الأمس والتقدم الكبير الذي أحرزته قوات عملية بركان الغضب. يوم الأمس كان التقدم كبير جدا، سيطرت قوات عملية بركان الغضب على تمركزات جديدة، التحمت القوات التي كانت في عين زارة والأخرى في وادي الربيع، أصبح الآن المحور موحد، محور عين زارة ووادي الربيع. تقدمت فيه القوات، أحرزت تقدم كبير يوم الأمس، سيطرت فيه على عين زارة بالكامل. من الجهة الأخرى من محور السواني والعزيزية تقدمت القوات باتجاه حي الطويشة ومطار طرابلس، تقدمت دخلت قوات عملية بركان الغضب يوم الأمس إلى حي الطويشة واشتبكت مع قوات حفتر داخل هذا الحي وتمركزت على مشارف هذا الحي، ولازالت قوات عملية بركان الغضب يعني تحافظ على كل التمركزات التي أحرزتها في يوم الأمس. في محور خلت الفرجان وصلت قوات عملية بركان الغضب إلى معسكر المدفعية، أيضا خلف معسكر اليرموك إلى ما يعرف بأربع شوارع السواحلي، وتقدمت في ذلك الاتجاه. بشكل عام يوم الأمس كان التقدم كبير جدا، الخسائر الحقيقة في صفوف قوات حفتر كانت كبيرة جدا على صعيد المدرعات، تم تدمير ربما عدد كبير من المدرعات في أكثر من محور، في محور عين زارة وادي الربيع ربما ما لا يقل عن 3 مدرعات تم تدميرها، في محور الطويشة أكثر من مدرعة، تم أيضا إعطاء دبابة للاستيلاء على عدد من السيارات، وللأسف أيضا الخسائر البشرية يوم أمس كانت كبيرة جدا الحقيقة في صفوف قوات حفتر. ربما آخر المستجدات كانت ليلة الأمس بعمليات القصف بالطيران على أحياء سكنية الحقيقة، كحي 7 داخل العاصمة طرابلس، غرفة العمليات الميدانية أو وحدة المتابعة والرصد بغرفة عمليات بركان الغضب حتى هذه الساعة تقوم بمتابعة هذا الأمر لمعرفة هوية وتبعية هذه الطائرة، ما إذا كانت هذه طائرة محلية أو أجنبية، ما إذا كانت هذه الطائرة عمودية أو طائرة مقاتلة أو طائرة بدون طيار. لم يتم يعني حتى هذه الساعة لم يتم التأكد من هوية هذه الطائرة ونوعيتها حسب ما تواصلنا مع غرفة العمليات الميدانية. لكن بشكل عام اليوم الوضع الميداني يعتبر هادئ جدا في كافة محاور القتال. بعد طيب ماذا عن مدينة غريان على مشارف المدينة؟ قوات عملية بركان الغضب لازالت تحافظ على تمركزاتها، يعني ربما هناك حرب إعلامية الحقيقة في هذه المنطقة. طيب إذا كان لازالت تحافظ على تمركزاتها فلنسأل عن أخبار العائلات العالقة بمناطق الاشتباك، هل لديك أي معلومات حولهم؟ الهلال الأحمر لا يزال يستقبل، توصلنا مع الهلال الأحمر، ربما يوم الأمس لم يتم استخراج عائلات بحسب ما فهمنا من ربما الاحتدام جبهة القتال حسب ما فهمنا من الهلال الأحمر الليبي في طرابلس، لكن بشكل عام حتى الآن لا يزال يستقبل عديد الاتصالات من العائلات العالقة، ويحاول الهلال ربما يحاول استغلال الهدوء لاستخراج العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات. أشكرك إبراهيم العبد لمراسل قناة ليبيا الأحرار، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. تعرضت مناطق متفرقة جنوبية العاصمة طرابلس ليلة السبت لقصف جوي من قبل طائرة تابعة لحفتر دون تسجيل خسائر بشرية، وأكدت مصادر عسكرية لليبيا الأحرار أن القصف استهدف أيضا مشروع الموسي منطقة 7، وأن المضادات الأرضية التابعة لقوات الوفاق قامت بالرد على هذه الطائرة. هذا ويرجح خبراء عسكريون أن تكون الطائرة عمودية من نوع MI-35 مزودة بمنظومة ليلية وصواريخ موجهة تنطلق من قاعدة الوطية لاستهداف مواقع قوات الوفاق في العاصمة. في السياق ذاته قال السفير البريطاني السابق إلى ليبيا بيتر ميلت أن استخدام الطائرات دون طيار ليلا يعد تصعيدا كبيرا. وأضاف ميلت في تغريدة له تعليقا على تقرير وكالة رويترز للأنباء بخصوص انفجارات في العاصمة طرابلس بعد غارة جوية في وقت متأخر من ليلة الأحد، أضاف أن استخدام هذا النوع من الطائرات قد يطيل أمد القتال ويزيد الإصابات في صفوف المدنيين.
من جانبه أفاد الناطق باسم قوات حفصر أحمد المسماري بشن طائرة ميج 23 تابعة لحكومة الوفاق 3 غارات على قاعدة الوطية. وأكد المسماري في المؤتمر الصحفي 17 منذ انطلاق حربهم على طرابلس شن طيران الوفاق أيضا 5 غارات على مدينة غريان خلال يوم السبت. وفي تطورات الوضع على الأرض، أهاب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بمنتسبي القوات المسلحة والقوى المساندة لها مراعاة الحرمات والالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان. وشدد السراج في بيان له على ضرورة حسن معاملة الأسرى وخاصة القُصّر منهم، حاثا قواته على مراعاة السكان العالقين في مناطق الاشتباكات وحماية ممتلكاتهم وتجنب الخطاب الجهوي وفق البيان. وأكد السراج أن المعركة الآن من أجل الوطن وبناء الدولة المدنية، مشيرا إلى أن هذه الحرب يتحمل مسؤوليتها حفتر وليس منطقة أو قبيلة وفق قوله. ولتسليط الضوء أكثر على الوضع العسكري والميداني هناك على المحاور وجبهات القتال في محيط العاصمة، ينضم إلينا من مصراتة الباحث في الشأن العسكري والأمني سيد سليمان بن صالح. سيد سليمان، اختلفت التفسيرات في نوع الطائرة التي شنت غارات عدة ليلة الأمس على العاصمة، بين من يقول أنها طائرة عمودية MI-35 وبين من يقول بأنها طائرة دون طيار، أي التفسيرين ترجح؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجح التفسير الثاني وهو عمودية من طراز MI-35 المقاتلة الهجومية. والحقيقة نحن نعلم وعندنا معلومات أن هذه الطائرة يعني تم صيانتها وزودت بمنظومة رؤية ليلية أشعة فوق الحمراء والتحت الحمراء، وهذه الطائرة قادرة على أن تحمل حقيقة ترسانة من الأسلحة، وهي يعني إذا ما أحسن استعمالها بطريقة جيدة يمكن أن باستطاعتها أن توقف رسل. الحقيقة يجب أن تكون أو يكون قادة الجبهات ومسؤولين على التفسير أو آمر العمليات للتابع لبركان الغضب أن يجد طريقة حقيقة لإيقاف هذه الطائرة، وإلا ستكون يعني خسائرها ربما يعني لا يمكن أن فوق ما تحتمل الجبهة، خاصة بما يتعلق بأرواح الشباب الموجودين على التبع. فأنا أرجح وجود هذه الطائرة وعليها طيارين ليبيين وللأسف من المنطقة الغربية يعني، وهم يقومون بقتل يعني أبناء وطنهم بدم بارد، خاصة فيما يتعلق بالرحلات الليلية فوق مدينة طرابلس. والقصد من الآن خاصة فيما البارح يعني في ليلة البارحة والإرهاب الناس وتسجيل موقف وليقول حفتر وزبانيته. طيب هل هذه الطائرة لديها كل الإمكانية لكي تقلع من الوطية وتقصف في طرابلس ومن ثم تعود؟ يعني أنا أعتقد أنها في الوطية، وربما يعني هم ينقلونها من مكان إلى آخر خوفا عليها. طبعا الوطية فيها دشم حقيقة قوية جدا، هذه الدشم يعني قاومت بشكل كبير كل هجمات السلاح الجوي التابع لحكومة الوفاق، دشم يعني قديمة ومشتغلة بطريقة زي هي مخلفات الأمريكان عندما كانوا في قاعدة التهويل، كانت منطقة الوطية هذه ميدان رماية وكان فيها مهبط يعني خاص ربما للحالات الطارئة عند استخدام الطائرات الأمريكية لهذه المنطقة لتدرب على الرماية. طيب ألا توجد خطط بديلة لصد هذه الطائرة وهذا القصف القادم من هذه الطائرة غير المضادات الأرضية؟ والله هو في الليل يعني لا تنفع معها المضادات الأرضية لأنها هي تتسلل يعني تأتي إلى الجبهة بطريقة تسلل على ارتفاع منخفض وترمي صاروخين أو 3 تستهدف بعض العربات وبعض الأفراد على التبة، ثم بسرعة تغير مكانها وتستهدف تبة أخرى أو تستهدف جبهة أخرى. ولذلك التعامل معها بطريقة المضادات الأرضية صعب شوي. ألا يمكن رصدها قبل أن تتوجه إلى طرابلس عندما تكون متجهة، أم لأنها تتبع طريقة التسلل فلا يمكن ذلك؟
هم يخفونها يعني في النهار يعني يخفونها بشكل كامل ولا يخرجونها إلا في الليل حتى لا ترخصها الأعين، وأيضا يعني حتى تستطيع أن تنفذ مهمتها دون إصابة. ولكن التعامل معها مع شوية خبرة وشوية يعني لو فيه من في الجبهة يعني عنده بعض الخبرة في التعامل مع مثل هذه الطائرات كما فعل يعني الجيش الحر في سوريا، الجيش الحر في سوريا استطاع أن يمنع هذه الطائرات من أن تقوم بأي هجمات بسبب ما يعني استطاعوا أن يطوروا طريق أو خطة للتعامل معه والتخلص منه. ولكن أعتقد أن هذه الطائرة مازالت قادرة إلى الآن على أن تخرج من مخبئها وتذهب لتقذف بصواريخها ورشاشاتها. هل تعتقد بأن حفتر سيستمر في استخدامها في الطلعات الليلية القتالية تحديدا؟ ما لم أفهم السؤال سيدي. سألتك بأنه سيكرر استخدامها مرارا وتكرارا خاصة في الليل في طلعاته القتالية؟ هذه هي الوحيدة اللي عند قوات حفتر يمكن استخدامها، الطائرة الوحيدة. ربما يعني الطائرات بدون طيار الموجودة كانت موجودة في منطقة ترهونة، لا أدري الآن أين هي الآن، أو ربما تم سيد سليمان في الليل عن طريق خبراء يعني يشغلونها. ولكن أعتقد أن القصف الجوي على منطقة ترونة ربما أدى إلى تدميرها لأنها لم تعد تظهر منذ 3 أيام. لكن الحقيقة اللي تظهر في الليل الآن هي هذه الطائرة وربما هي الوحيدة. يعني كنا نعلم حتى جلب عدد 2 طائرات على الشاحنات و يعني وضعها في منطقة جنوب غريان وتم تجهيزها ومن ثم نقلت إلى قاعدة الوضية وهناك تم إخفاءها طبعا وألحق الطاقم الفني بها لكي يتم تبخيرها وتجهيزها للإقلاع وتجهيزها بالنخوض. قلت لك يعني نحن نعلم يعني حتى أسماء الطيارين الذين يعني يقومون بالطيران عليها ومحاسبة الجبهة بواسطتها. ولذلك يعني أنا طيب سيد سليمان أواجه مشكلة في الاستماع لك بشكل جيد، لو تتحرك قليلا لأن يبدو بأن التغطية لديك ليست بجيدة لأتمكن من أن أسمعك بشكل جيد في إجابتك على هذا السؤال. المسماري يقول بأن قوات حفتر تنتظر تعليمات الانتقال لمرحلة وصفها بالقادمة. ميدانيا ما الذي يعنيه؟ هل تعتقد بأن التكتيك العسكري لحفتر سيتغير الأيام القادمة؟ ليس له يعني ما يغيره الجبهة النهار في منطقة خاصة في وادي الربيع. وأنا أقول يعني بما شاهدته وبما سمعته القوة الوحيدة التي الآن تقاوم في قوات الحفية الذين التحقوا به من مدينة ترهونة في وادي الربيع وأيضا ما يسمى بجيش القبائل في منطقة الأزية والزهرة. يعني هاتين القوتين هما الأساسيتين اللتان الآن يعني ما زالتا تقاومان جيش التابع لحكومة الوفاق. أما الحقيقة اللي أهتهم المنطقة الشرقية يعني أمرهم في القتال يعني ليس جيدا، هم يعني بسرعة ما يفرون أمام الضربات ويترك أسلحتهم خلفهم ويتركون مدرعاتهم والتي يعني كلف حفتر ملايين الدينارات هم يستغنون عليها ويتركونها بكل سهولة. الحقيقة حتى المقاومة التي يبديها الآن الكانيات من ترهونة أنا أعتقد أنها هي يعني يقاومون فقط انتظارا لحدث ما سيقع يمكن بعد 2 أو 3 أيام ثم أنهم الحقيقة سيورون لأن الضربات والمتتالية على أسهم حقيقة قدرتهم حتى قدرة المقاومة وهم يحبونها يعني من الأرض ويتركونها خلفهم رويدا رويدا. ولكن الحقيقة أنهم نكتفي يعني معك سيد سليمان بهذا القدر نواجه مشكلة في أبناء ترهونة وأيضا المقاومة الثانية اللي هي من ما يسمى طيب الجيش. نظرا لرداءة الصوت من المصدر أكتفي معك بهذا القدر سيد سليمان بن صالح، كنت معنا عبر الهاتف من مصراتة الباحث في الشأن العسكري والأمني.
وجه رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خطابا لمجلس الأمن طالب فيه بإرسال لجنة تقص أممية للتحقيق في الخروقات التي قامت بها قوات حفتر بطرابلس وغيرها من المدن. وقال السراج إن اعتراف المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري بمشاركة طائرات سماها الصديقة في القصف الجوي على العاصمة وضواحيها يعد اعتداء صارخا على سيادة ليبيا ومشاركة صريحة فيما وقع من انتهاكات جسيمة. هذا وطالب السراج لجنة العقوبات الأممية بالكشف عن الخروقات لقرارات مجلس الأمن من قبل بعض الدول سواء بالمشاركة أو دعم المعتدي بالسلاح والمعدات على حد تعبيره. هذا وقالت الباحثة في شؤون ليبيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش حنان صالح إن القانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب تنطبق على جميع أطراف القتال في ليبيا. وأضافت صالح في تغريدة لها على تويتر ردا على المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أن البيانات وحدها لا تعفي القيادات العليا من المسؤولية عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات التي تقودها. وأوضحت صالح أن المخالفات الجسيمة لقوانين الحرب عند ارتكابها بنية إجرامية هي جرائم حرب يقع مرتكبوها أو من أمروا بها أو ساعدوا فيها أو كانت لهم مسؤولية قيادية عنها تحت طائلة الملاحقة من المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية. هذا وكانت صواريخ جراد التي أطلقتها قوات حفتر على منطقة حي الانتصار ببلدية بوسليم قد تسببت في إغلاق بعض البيوت بعد وفاة أصحابها ولم تبقى سوى دماؤهم تلون جدرانها. وحدث قصف حي الانتصار من قبل قوات حفتر حالة من الرعب في نفوس السكان بعد فقد 6 أشخاص من جيرانهم في ليلة واحدة فضلا عن حدوث أضرار مادية جسيمة. هنا في حي الانتصار بمنطقة أبو سليم أينما وليت وجهك وقعت عيناك على منزل طالته صواريخ الجراد بسبب القصف العشوائي من قبل قوات حفتر قبل أيام. ما إن وصلنا تجمع حولنا الجيران الذين لا تزال ملامح الصدمة والهلع مما حدث تظهر على وجوههم ليخبرونا بتفاصيل تلك الليلة المرعبة التي فقدوا فيها 6 من جيرانهم وأصيب 37 آخرون. فهذا منزل نور الدين منصور الذي قتل تاركا خلفه زوجته و3 أطفال. والله يعني شو بنقول لك يعني سنامن في بيتها يعني لا خاش في جبهة ولا فجأة سمعنا ضرب هنا قريب لخد طلعنا فم الباب هنا وعندنا جارنا هنا وإحنا طبعا في الحوش في المنزل. لما طلعنا نزل يعني نزل علينا صاروخ هنا فجأة كي وما الراجل لقيناه متوفي في مكان هنايا. عندنا جارنا مصاب في رجله، عندنا جيراننا في الشارع اللي بجنب حتى عند المراه وبنويت الزوز، يعني فاجعه يعني. هذا الصاروخ كان كفيلا بانهاء حياه الام عزيزه وابنتيها كريمه ومفيده في هذا المنزل، فيما نجت بعجوبه ابنتها الثالثه التي ستكمل مسيره الحياه وحدها بعد ان اصيبت بحاله خرس مؤقت من هول ما رات لحظه القصف. أنا لله وإنا إليه راجعون يعني والله شو بنقول وحسبي الله ونعم الوكيل. أغلق بيت العائلة تماما ولم يتبقى سوى آثار الدماء والأشلاء المتناثرة على جدران المنزل بسبب صواريخ عمياء لم تفرق بين مدني وعسكري ما تسبب في موجة نزوح من المنطقة أثناء القصف وإثره مباشرة بسبب مخاوفهم من تجدده. والله عندي صغار أنا تو مطلعهم يعني على مربي البارح والله المرأة قالت لي ما نقدرش نقعد هنا صغار قاعدين يرعشوا يا رعشه. عندنا جارنا هذه بنت زارت لها زي الصدمه وجارنا ذاك حتى ولده صار له زي الصدمه يعني تقربعات يعني فهمت ونسال الله الهدايه وخلاص يعني. مئات العائلات نزحت الى مناطق اخرى خوفا من تجدد القصف فجميعهم خائف من ان صواريخ اخرى ستقع على منازلهم في المره القادمه. رفع البكوش، ليبيا الاحرار، طرابلس. نعم.
نفى الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس ما يجري تداوله عن وجود تفاوض مع عبد الرازق الناظوري أو أي شخصية أخرى تابعة لحفتر وفق قوله. وأكد يونس في تصريح لليبيا الأحرار الأحد أن قوات حكومة الوفاق مستمرة في صد المعتدين إلى أن يتم دحرهم وردهم من حيث أتوا وفق تعبيره. والآن مشاهدينا نذهب وإياكم إلى هذه المشاهد الخاصة لكاميرا الأحرار من داخل معسكر اللواء الرابع بالعزيزية. قرر المجلس الرئاسي تشكيل مركز إعلامي لعملية بركان الغضب برئاسة عبد العظيم الشجماني وعضوية 6 أشخاص آخرين. ويتولى المركز رصد وتجميع وتنظيم المحتوى الإخباري الخاص بالعملية وإنتاج ونشر وتحديث المعلومات والبيانات والأخبار، إضافة إلى تنظيم الظهور اليومي للناطق باسم الجيش الليبي وباسم عملية بركان الغضب. وأشار المجلس الرئاسي لأن أعمال المركز تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية على الأرض، وأكد أنه يمكنه الاستعانة بمن يراه مناسبا، كما يمكنه تشكيل فرق عمل فنية تعمل تحت إشرافه. هذا وشهد خطاب وسائل الإعلام الموالية لحفتر تغيرا متسارعا مع تغير التطورات الميدانية على الأرض. الخطاب الإعلامي بدأ بالترويج أن هدف العملية العسكرية هو تحرير طرابلس من الميليشيات، ليتحول الهدف بعد أيام إلى محاربة التنظيمات الإرهابية. إذا قررت خوض حرب عليك أن توجد مبرراتها، تلك الأسباب التي تدفع المحاربين إلى القتال وتجعل لصراعهم معنى ولقتالهم غاية ولموتهم قيمة. لكن ذلك كان ضبابيا في مسار الحرب على طرابلس وفي كواليس الإعلام وغرف العمليات للقوات المهاجمة. فالمتتبع لبدايات الهجوم على عاصمة البلاد وللتغطية الإعلامية له من الوسائل الموالية أو المقربة من قوات حفتر يلاحظ مسارا متغيرا وأساليب متقلبة في تبرير الحرب على طرابلس. وسائل الإعلام التابعة لحفتر تلقفت خطابه الذي أعلن فيه بدء زحف قواته باتجاه طرابلس، وما أسماه في ذلك الخطاب بالفتح المبين لتصوير العاصمة أسيرة للميليشيات وحكومة الوفاق المعترف بها دوليا مختطفة. استمرت الحرب واختل توازن القوى لصالح قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق، وبدأ السرد يتغير رويدا رويدا نحو فزاعة الإرهاب، ليبدأ الحديث على طرابلس كمركز لتنظيم القاعدة. بل وصل الأمر لاتهام رئيس المجلس الرئاسي بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية، وبعدها بأيام تزايد الحديث عن أعداد الإرهابيين في طرابلس وفق تصريح أدلى به المتحدث الرسمي باسم قوات الكرامة أحمد المسماري. هذه الحرب هي حرب على الإرهاب منفصلة عن العامل السياسي. فزعة الإرهاب لم تقتصر على القنوات الليبية بل امتدت لقنوات عربية، ليبدو تغير الخطاب أمرا اختلق ليتوائم مع مجريات الحرب على الأرض، إذ بدا واضحا أن مبرر وجود ميليشيات وفساد في طرابلس غير كاف لتبرير الهجوم على العاصمة، خاصة وأن شرق ليبيا ليس بأسعد حال من غربها،
ليكون حديث بعض القنوات والصحف عن وجود مطلوبين من القاعدة يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس. وأمام التطورات المتسارعة في محاور القتال لصالح قوات حكومة الوفاق، يبدو الجدل القائم في الإعلام التابع لقوات حفتر مجرد صراع سرديات، فعندما فشل مسوغ الميليشيات في تبرير إفساد مشروع بناء الدولة الليبية وإدخال البلاد في حرب أهلية طويلة الأمد، بدأ البحث عن سردية بديلة فكان الإرهاب، وحشدت لها كافة المعلومات، ونسي الطرف الذي ارتضى تلك السردية أن حكومة الوفاق ليست جماعة أو تنظيما، بل هي حكومة معترف بها دوليا تعمل في إطار النظام الدولي الذي يكافح الإرهاب. وفي ردود الفعل الرافضة للحرب، شهد عدد من المدن الجمعة خروج آلاف المواطنين في مظاهرات رافضة للعدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس والقصف العشوائي على أحيائها. ورفع المتظاهرون شعارات استنكرت دعم بعض الدول لقوات حفتر وتدخلها في الشؤون الداخلية لليبيا، والتي من بينها مصر والسعودية والإمارات، مطالبين بالدولة المدنية ورفض الحكم العسكري. كما ارتدى المتظاهرون سترات صفراء تضامنا مع المتظاهرين في باريس وتنديدا بالسياسة التي يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليبيا ودعمه لحفتر. طرابلس ومصراتة والزاوية وجادو، مدن خرج مواطنوها في مظاهرات حاشدة رفضا للعدوان الذي تتعرض له العاصمة طرابلس، مطالبين بوقف القصف العشوائي على أحيائها الذي تشنه قوات حفتر منذ أيام. آلاف من المواطنين خرجوا للميادين للجمعة الثانية على التوالي، رفعوا فيها شعارات تستنكر دعم بعض الدول لقوات حفتر وتدخلها في الشؤون الداخلية، أبرزها مصر والسعودية والإمارات، مؤكدين رفضهم الحكم العسكري. طلعنا كلنا شباب صغار كبار عجايز نساء، كل من أجل أن تسود الديمقراطية وتسود الحرية وأن يختفي حكم العسكر. بكل تأكيد احنا ضد كل هذه الأشياء التي جاءت، سواء كانت من السعودية ولا من مصر ولا من الإمارات العربية، أيضا من أمريكا فرنسا، كلهم هؤلاء يحاولون أن يسود حكم العسكر. وفي موقف جديد ومغاير للمحتجين الذين تضاعف عددهم عن الوقفة السابقة، ارتدى المتظاهرون سترات صفراء تضامنا مع المتظاهرين أصحاب السترات الصفراء في باريس، وتنديدا بالسياسة التي يتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ليبيا ودعمه لحفتر. رسائل عديدة أوصلها المتظاهرون سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، في مقدمتها أن الرأي العام في ليبيا يقف بشدة ضد العملية العسكرية التي يقودها حفتر، وأن على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لوقف العدوان على طرابلس، والتنديد بالدور الذي تلعبه بعض الدول عبر دعمها العلني لقوات حفتر ومساهمتها في زعزعة الاستقرار في ليبيا، وفي نفس الوقت تدعم قوات الوفاق في تصديها وحمايتها للعاصمة. وتبقى أهمية هذه الوقفات والمظاهرات كونها محاولة للفت نظر الجهات الدولية والمحلية إلى رأي الشارع بشكل عام ورغبته في إعادة تغيير المواقف المضادة، وهو الأمر الذي جعل وفق مراقبين المسؤولين بقصر الإليزيه يسارعون في اليومين الماضيين إلى إعلان دعمهم للحكومة الوفاق حتى ولو كان على المستوى الدبلوماسي، معتبرين إياه دليلا على نجاح الضغط من الشارع أو حتى الضغط من المسؤولين الليبيين، وذلك بعد أن أوقفت وزارة الداخلية التعاون الأمني مع باريس. إذن نجاح هذا الحراك المدني مرهون بقدرة منظميه على زيادة التحشيد في مدن أخرى والتمسك بمدنية الدولة والرفع من منسوب المطالب للضغط على الأطراف لوقف الحرب ووضع حد لها.
سياسيا، قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر أن خليفة حفتر أبلغه سابقا برغبته في حكم ليبيا بمرسوم مؤقت إلى أن تصبح البلاد جاهزة للديمقراطية مستقبلا. وأضاف واينر عبر حسابه في تويتر أن حفتر عبر له في اجتماعين سابقين في 2016 عن رفضه فكرة الخضوع لأي سلطة مدنية أو أي جهة أخرى وفق قوله. في سياق ذي صلة، قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن ليبيا لا تحتاج حلا عسكريا، وفي رده على تأييد هجوم حفتر على العاصمة طرابلس من عدمه، أكد باتريك أن واشنطن تؤيد دعم خليفة حفتر في دوره فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، ولكننا نحتاج أيضا دعم حفتر في بناء الاستقرار الديمقراطي في المنطقة على حد تعبيره. هذا وانتقد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس سياسة واشنطن تجاه ليبيا، قائلا إن سياسة أو السياسة مضللة وليس هناك دليل على وجود عملية سياسية بالأساس. وأضاف هاس في تغريدة له على تويتر تعليقا على مقال لصحيفة نيويورك تايمز أن هذه السياسة أنتجت فجوة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في ظل غياب أي اتساق بينهما، وهو ما يعني سياسة سيئة ووصف لكارثة منتظرة على حد تعبيره. بين مهلل ومقلل من أهميته، تعددت ردود الفعل حول إعلان البيت الأبيض عن اتصال أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحفتر، حث فيه ترامب حفتر على ضرورة الحفاظ على الحوار والتحول المدني للدولة. المهاتفة التي ربطها البعض بالدور السعودي في حرب حفتر الأخيرة على العاصمة وزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن الذي استدعى بعدها حفتر إلى القاهرة، حاول بعض الداعمين لحفتر إبرازها على أنها دعم أمريكي لحفتر، فيما رآها آخرون لا تعد كونها خروجا آخر من ترامب عن السياق المؤسسي الأمريكي وشطحة اعتادت عليها الساحة السياسية في واشنطن منذ دخول ترامب البيت الأبيض. السياق الأمريكي الذي عبرت عنه المؤسسات الأمريكية كان واضحا على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي أعلن صراحة رفض واشنطن لهذه الحرب واعتبرها معيقة للجهد الأمريكي في مكافحة الإرهاب ومهددة لاستقرار أكبر كتلة سكانية في ليبيا، كما وصف قوات حفتر بالميليشيات مطالبا الأطراف الليبية بالعودة للحوار. الفجوة بين خطابات ترامب وتغريداته ومواقف الإدارات الرسمية الأمريكية عبر عنها رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية ريتشارد هاس الذي وصف السياسة الأمريكية تجاه ليبيا بالمضللة، محذرا من كارثة منتظرة إذا ما استمر غياب الاتساق بين تصرفات ترامب وتحرك إدارته. تعامل ترامب الذي يغلب عليه الطابع الشخصي والذي يصفه البعض بالغريب عن التقاليد الأمريكية في إدارتها للملفات المتعلقة بالمنطقة العربية يرجعه طيف من المحللين للعلاقة الشخصية التي تربط صهر ترامب جيرارد كوشنر بكل من محمد بن سلمان ومحمد بن زايد اللذين لا يغيب ظلهما عن دخان المعارك التي تغطي طرابلس هذه الأيام. هذا وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج قد عبر عن أسفه لما سماها حالة الجمود الحاصل في مجلس الأمن وعدم توافق أعضائه تجاه العدوان الذي تشنه قوات حفتر على العاصمة. يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الإيطالية إنزو ميلانزي أن بلاده وباريس تعملان بشكل مشترك على وقف القتال في ليبيا، وأن اجتماعا سيعقد في روما الأيام القادمة لبحث الأزمة. جمود في مجلس الأمن حيال الأزمة في ليبيا يعكس حالة الانقسام والتباين في المواقف الدولية تجاه القتال الدائر على تخوم العاصمة طرابلس. تمر بلادنا هذه الأيام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج دان صمت حلفائه الدوليين أمام تقدم قوات حفتر نحو طرابلس، مشيرا إلى أن الانقسامات في المجموعة الدولية قد تؤدي إلى إعادة سيناريو 2011 عندما تخلى المجتمع الدولي عن ليبيا وفق تعبيره. وفي تطور لافت، قال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث هاتفيا مع خليفة حفتر الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب بما يضمن إحلال السلام والاستقرار في ليبيا. البيان نص وفق وكالة رويترز للأنباء على أن ترامب أقر بدور حفتر في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية، إضافة إلى مناقشة رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي ديمقراطي مستقر.
ويرى مراقبون أن مكالمة ترامب تخالف توجه الخارجية الأمريكية التي أكدت مرارا دعمها للحل السياسي، وهو ما يشير حسب قولهم إلى استمرار حالة الانقسام تجاه الأزمة في ليبيا. دبلوماسيون غربيون أكدوا لوكالة رويترز أن أمريكا وروسيا لا تستطيعان حاليا تأييد قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا. ونقلت رويترز عن هؤلاء الدبلوماسيين أن موسكو تعترض على القرار الذي أعدته بريطانيا، والذي يدين حفتر باعتبار أن قواته هي من تشن الحرب على طرابلس، فيما لم تقدم واشنطن أي سبب لموقفها الرافض لمشروع القرار البريطاني. وبحسب باحثين، فإن الولايات المتحدة ربما تسعى لكسب الوقت بينما تحاول إدارة ترامب تحديد كيفية التعامل مع التطورات الأخيرة. من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيطالي إنزو ميلانيزي أن بلاده وباريس تعملان بشكل مشترك على وقف القتال في ليبيا، وأن اجتماعا سيعقد في روما الأيام القادمة لبحث الأزمة. ميلانيزي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان إن وقف إطلاق النار يجب أن يتحقق في أقرب وقت، ويجب أن يتبع ذلك هدنة إنسانية وعودة إلى المحادثات. ورغم الاتهامات المتكررة لدعم فرنسا لحفتر، إلا أن لودريان أكد أنه من غير الممكن القيام بأي شيء في ليبيا دون اتفاق فرنسي إيطالي قوي، وليس هناك مخرج من الأزمة إلا بحل سياسي، وأنه لا حل عسكريا للأزمة. ويرى البعض أن جمود المواقف الدولية أو تبدلها من الأزمة في ليبيا يبقى رهينة تغير الأوضاع العسكرية على الأرض، وهو ما ينذر باستمرار العمليات العسكرية بعيدا عن الحلول السياسية. إذن والحديث حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الزميل الصحفي بغرفة الأخبار وليد رتيمة. أهلا وليد. أهلا بك. اتصال ترامب بحفتر، هل هذا تأييد غير معلن من قبل ترامب شخصيا لتحركات حفتر نحو العاصمة بهذا الشكل؟ شكرا لك. الحقيقة الأداء الأمريكي أو دعينا التوجه أو الاستراتيجية الأمريكية تجاه قضايا الشرق الأوسط بشكل عام لا 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 أحد أصبح قادرا على ضبطها منذ أن دخل ترامب للبيت الأبيض. ففكرة أن هذا الاتصال هو يعتبر محدد إلى التوجه الأمريكي بشكل مطلق صعب جدا الحكم عليه. أيضا فكرة التقليل من أهمية هذا الاتصال أيضا صعبة هنا، خاصة وأن الموقف الأمريكي في مجلس الأمن هو موقف يعتبر مفاجئ الحقيقة. هناك يعني وهناك من يقول بأن هذا الموقف يأتي كنوع من إعطاء وقت أطول إلى حفتر علّه يحسم المعركة. طيب، في أي سياق يمكن أن نضع هذا الاتصال وما جرى فيه؟ هو لا، السياق من الصعب فصله على السياق الإقليمي. هناك تنسيق سعودي، الحرب بدأت من زيارة حفتر إلى الرياض. حفتر زار الرياض، انطلقت الحرب على طرابلس في وقت كان الجميع يستعد الذهاب لغدامس. زيارة السيسي إلى واشنطن، استدعاء حفتر من ليبيا إلى 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 القاهرة. هذا هو السياق الذي تأتي فيه احتمالية اتصال ترامب، لأن ترامب يتصرف جدا بشكل شخصي حتى في الملفات الأخرى الكبرى، تصرف مع قضية كوريا الشمالية بشكل شخصي، أيضا في قضية حصار قطر أيضا هناك موقف شخصي من ترامب كان معاكس للمؤسسات الأمريكية. إذن هو قد يعطي فسحة من الوقت، ولكن في النهاية الحسم على الأرض. طيب إن ركزنا في فحوى الاتصال وما ورد في هذه الرسائل التي سربت عن طريق رويترز، ألا تقترب قليلا من موقف أمريكا في مجلس الأمن ونتحدث عن الجلسة الأخيرة وهي الثانية حول الأوضاع في ليبيا؟ هي الحقيقة مختلفة بعض الشيء. هناك نوع من الرسائل بأن نعم نحن بحكم علاقة حفتر بالسعودية والإمارات، نعم هناك نوع من الاعتراف بدور حفتر في مكافحة ما يعرف بالإرهاب، ولكن هذه المرة الخطاب الدولي غير قادر على ابتلاع فكرة الحرب على الإرهاب في طرابلس، فبالتالي يلحقون هذا الخطاب بنحن حريصين على إرساء دولة مدنية ديمقراطية ونطلب من حفتر أن يساعد في عملية التحول السياسي والديمقراطي. فبالتالي غياب سردية الإرهاب جعلت من المقاربة فيها نوع من الصعوبة. لكن في النهاية هناك جبهة للقتال على الأرض، هناك رأي عام ليبي. خروج المظاهرات الجمعة الماضية مهمة جدا في تحديد موقف الرأي العام في الغرب الليبي. أيضا هناك الآن حفتر يحارب قوة من نوع جديد، قوة حاربت الإرهاب،
قوة لها علاقات دولية، لها حكومة تعطيها غطاء شرعي معترف بها دوليا ومنبثق عن اتفاق سياسي دعمته دعم المجتمع الدولي. طيب بالعودة للموقف الأمريكي وليد، نعم. يعني ما هي محددات موقف الإدارة الأمريكية؟ من الذي يعطي الوجه الحقيقي لموقف أمريكا؟ من هل هو الخارجية الأمريكية الكونغرس؟ من الشكل التقليدي لاتخاذ القرار في أمريكا فيما يخص سياساتها الخارجية في السابق قبل دخول ترامب؟ هي هناك وزارة الخارجية والبنتاغون وزارة الدفاع وCIA وكالة المخابرات تضخ تقريرها وتضع تقريرها أمام البيت الأبيض. وهنا حتى في أمريكا يعرف الرئيس الأمريكي باعتباره هو الشخص الذي يختار الخيار الأفضل بين الخيارات المطروحة من المؤسسات الأخرى. ترامب صحيح جاء من 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 كمرشح للحزب الجمهوري، ولكن جاء خارج سياق الليبرالية الأمريكية التي حكمت أمريكا. ولكن إذا كان الرئيس يختار، إذن هو من يعبر عن وجهة النظر الأمريكية. ولكن في مقاومة من المؤسسات، أنت وزير دفاع على سبيل الآن، وزير هناك وزير دفاع بالوكالة، وزير دفاع بنس السابق الذي استقال. المؤسسات هي ليست بموجودة في مجلس الأمن مثلا، لكن تؤثر بشكل مباشر في لك. هناك تقارير تحدثت عن أن هذه المؤسسات على سبيل المثال في حصار قطر عرقلت هجوم سعودي على قطر على سبيل المثال. أيضا اليوم وزير الدفاع عندما استقال الأخير بينس قال بأن ترامب وضع أمريكي أمام المجهول. فاليوم ترامب حالة جديدة على السياق الأمريكي، حالة هو ليس يميني ولكنه شعبوي. صحيح ولد من مؤسسات الرأسمالية ولكنه غير خاضع إلى السياقات والمحددات الأمريكية، خاصة في إدارة في ملفات الدولية. هل ممكن أن نعزو هذه الضبابية في الموقف الأمريكي لعدم وجود مصالح مباشرة لهذه الدولة داخل ليبيا؟ هو هناك حقيقة انسحاب لأمريكا على المستوى الإقليمي بالكامل. يعني تفكر في الانسحاب من أفغانستان، تفكر في الانسحاب من العراق، من سوريا، تركت اليمن وسوريا إلى دول أخرى. هذا الانسحاب تمددت فيه دول إقليمية أخرى وعلى رأسها الإمارات والسعودية. ولأن هناك علاقة شخصية بين محمد بن زايد ومحمد بن سلمان وجيرارد كوشنر صهر ترامب، وأيضا هناك نوع من اللا انضباط اللا معيار في سياسة هذه البلدين. يعني لو تشوف ما حصل في اليمن، اغتيال خاشقجي، ما يحصل الآن في ليبيا هو شيء غير منطقي. هذه الدول تستغل أو تتمدد في الفراغات التي تتركها أمريكا عبر استغلالها العلاقة الشخصية بترامب وسهرة. أشكرك الزميل بغرفة الأخبار وليد رتيمة، كنت معنا ضيفا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك. ونبقى في ردود الفعل الدولية، حيث أكد الرئيس التونسي الباجي قايد سيبسي أن بلاده تتابع باهتمام بالغ المستجدات الأخيرة في ليبيا وتداعياتها على الشعب الليبي والمنطقة بصورة عامة. وأضاف قايد سيبسي في لقاء له مع وفد من الكونغرس الأمريكي أن تونس تسعى لحث الليبيين على تغليب المصلحة الوطنية العليا ومواصلة الحوار برعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ودائمة تضمن وحدة ليبيا واستقرارها على حد قوله. في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية التونسية إنه يجري التنسيق حاليا لعقد اجتماع لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بتونس العاصمة لإنهاء الحرب بطرابلس. وأكدت الخارجية التونسية في بيان لها الجمعة أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهناوي يواصل إجراء مشاورات إقليمية ودولية للتعجيل بإنهاء المواجهات العسكرية في ليبيا، مجددا موقف تونس الداعي للوقف الفوري للإقليمية اقتتال وتجنيب الشعب الليبي مزيدا من المعاناة وفق البيان. هذا وأكدت الخارجية التونسية أنها تعترف بحكومة الوفاق في طرابلس ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي على خلفية عزم الحكومة المؤقتة بالبيضة عقد مؤتمر صحفي في تونس. وقال مصدر مسؤول بالخارجية لمراسل ليبيا الأحرار، قال إن خارجية المؤقتة لم تتواصل مع الخارجية التونسية نافيا علمهم بإجراء مؤتمر صحفي لوزير الخارجية بحكومة الثني عبد الهادي الحويج في تونس العاصمة. يذكر أن وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة كانت قد أعلنت تأجيل مؤتمر صحفي كان تنوي عقده في تونس إلى وقت لاحق غير معلن، معللة ذلك بالأحداث المتسارعة في ليبيا.
على الصعيد الإنساني، أعلن وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة ارتفاع عدد العائلات التي هجرت منذ بدء الحرب على طرابلس إلى أكثر من 5000 عائلة، أي بمعدل 25,000 فرد. وقال جلالة في تصريح لليبيا الأحرار الأحد، قال إن الوزارة شكلت منذ بداية الحرب عددا من لجان الطوارئ لإدارة الأزمة وبدأت في استقبال العائلات، موضحا أن الوزارة مستمرة في توزيع الاحتياجات الأساسية للنازحين القاطنين في المدارس والفنادق والأماكن المخصصة من المجالس البلدية. من جانبه، أفاد عميد بلدية بوسليم عبد الرحمن الحامدي بأن البلدية تستقبل يوميا أكثر من 100 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات، خاصة من مناطق وأحياء جنوب العاصمة. وأوضح الحامدي في تصريحات لليبيا الأحرار أن عدد العائلات التي جرى إيواؤها داخل المراكز التي خصصتها البلدية للنازحين بلغت 30 عائلة، أي ما يعادل 150 فردا، مشيرا إلى أنه جرى تقديم المساعدات الإنسانية لهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم. هذا وقال عضو مجلس بلدية تجورة أسامة مروان إن بلدية تجورة استقبلت أكثر من 1300 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات. وأوضح مروان في حديثه لليبيا الأحرار أنه جرى تغطية بعض الاحتياجات ل 600 عائلة، فيما تبقى 700 عائلة تحتاج لمساعدات إنسانية عاجلة. عندنا حوالي من بين هذين النازحين أو الضيوف احنا نقول عليهم 1170 مريض اللي هم يحتاجوا إلى أدوية للأمراض المزمنة. طبعا فيهم 120 رضيع يحتاج إلى حليب وإلى حفاضات أطفال، فيهم حوالي 173 أرملة مطلقة. طبعا العدد كل يوم يتزايد. أنا بناشد الحكومة لأن الآن موصلش حتى دعم، سمعنا أن شكلت لجنة، من أن اللجنة هذه يكون منها أعضاء مجلس البلدية اللي في نطاقهم من الاشتباكات واللي عندهم نازحين. لكن تفاجأنا ببعض الأخوة خارج البلديات اللي ما يمساش الحرب هذه متواجدين ومش عايشين الهموم اللي احنا عايشين فيها. من جهته، أكد رئيس لجنة النازحين ببلدية زليطن محمد عريبي استقبال 690 عائلة نازحة من مناطق الاشتباكات في جنوب طرابلس. وأضاف عريبي في تصريح للأحرار السبت أن اللجنة وفرت عديد المساكن للأسر النازحة عبر فاعلي الخير وأصحاب المحال التجارية، إضافة إلى تبرع المواطنين بمنازلهم، مشيرا إلى أن اللجنة بحاجة ملحة للأغطية والمفروشات والمواد الغذائية لضمان توفير احتياجات النازحين وفق قوله. في سياق ذي صلة، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تضرر نحو 1,500,000 شخص غرب ليبيا، بينهم مئات الأطفال، بسبب هجوم قوات حفتر على العاصمة طرابلس. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الاشتباكات خلفت 227 قتيلا وأكثر من 1,100 جريح، وأجبرت أكثر من 32,000 شخص على النزوح من منازلهم، كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتعطيل إمدادات المياه وارتفاع أسعار الغذاء. وأشارت يونيسف إلى إنشاء 17 مركزا جماعيا من قبل لجنة الأزمة طرابلس لاستقبال النازحين، وقالت إن تعليق الدراسة في المناطق المتأثرة بالنزاع أثر على أكثر من 120,000 طفل. وفي تداعيات الحرب، أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق تأجيل الامتحانات النصفية وتعليق الدراسة بسبب العدوان على طرابلس. وقال وكيل الوزارة عادل جمعة إنه سيتم تأجيل الامتحانات النصفية للفصل الحالي لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي، وكذلك تأجيل امتحانات الفترة الثانية لشهادة إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي المقررة بداية من يوم الأحد المقبل، على أن يتم إصدار قرار وزاري في وقت لاحق بتحديد المواعيد الجديدة. كما أشار وكيل الوزارة إلى الاتفاق على استمرار منح السلطة التقديرية أو منح هذه السلطة لمراقبي التعليم فيما يتعلق باستمرار الدراسة من عدمها نظرا للظروف التي تشهدها البلاد وفق قوله.
أكد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد كور أن الخسائر التي تعرضت لها الشركة بسبب الحرب تقدر ب 62 مليون دينار. وأوضحت كور في مداخلة سابقة مع ليبيا الأحرار أن هذه التقديرات هي أولية نظرا لعدم تمكن فرق الصيانة من الوصول إلى عدة مناطق لتقييم الأضرار فيها بسبب حدة الاشتباكات. وأضافت كوريا أن الإصابات التي لحقت بدوائر نقل الكهرباء وخطوط التوزيع في مناطق عين زارة والسواني والعزيزية والهيرة ومدينة غريان هي إصابات جسيمة أدت لانقطاع الكهرباء كليا عن تلك المناطق. بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قوات الوفاق تسيطر بشكل كامل على منطقة عين زارة وتؤكد انتقال مقاتليها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم. غارات ليلية على مواقع مختلفة بالعاصمة واستئناف حركة الملاحة الجوية في معيتيغا بعد إيقافها ساعات. وزير الدولة لشؤون النازحين يعلن ارتفاع عدد العائلات النازحة منذ بدء الحرب لأكثر من 5000 عائلة. مزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت ليبيا الأحرار دوت تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.